وموجود معي مجاور هذه الزاوية 20، والمطلوب مني مقابل هذه الزاوية. طبعا هون بستخدم أيضا الظل، لأنه أنا موجود معي المجاور ومطلوب مني المقابل. إذن بحكي ظل الزاوية 40 عبارة عن المقابل وهو با ج على المجاور وهو ألف ب 20 متر. بوجد ظل الأربعين من خلال الحسبة، بكتب شفت مع تان وأربعين تعطيني 8391 بال10 آلاف، تساوي با ج على 20 بضرب ضرب تبادلي تطلع معي 17 متر تقريبا. إذا المسافة من جيم لباء تطلع معي تقريبا 17 متر. لو أخذنا أيضا مثال آخر، رصد موسى من برج ارتفاعه 20 متر حجرا بزاوية انخفاض. موسى موجود هون، رصد هذا الحجر بزاوية انخفاض، هذه الزاوية كانت 32 لأنه هذا الخط الأفقي لموسى، بينما هذا الخط بسمي خط البصر، ولأنه نظر إلى الأسفل فبسمي هذه الزاوية زاوية انخفاض. تمام، إذا كانت زاوية الانخفاض 32 وارتفاع البرج اللي موجود معي 20 متر، ما هي المسافة ما بين قاعدة البرج من هون لعند موقع الحجر؟ هو طالب مني المسافة بين ألف وباء، المسافة ما بين ألف وباء. طيب أنا لو نظرت إلى هذه الزاوية المعطينية وهي زاوية الانخفاض اللي هي عبارة عن 32 درجة، فإن هذه الزاوية مساوية لهذه الزاوية. ليه؟ بالتبادل، أخذناها بالصف السابع. دائما إذا كانت الزاوية عندي على شكل حرف زد، فإن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية بالتبادل. فبحكي له بأن الزاوية جيم ألف باء، جيم ألف باء هذه الزاوية تساوي دال جيم ألف هذه الزاوية بالتبادل. تمام، إذا أنا صارت عندي هذه الزاوية عبارة عن 32. طب وأنا موجود معي الاثنين وتلاتين هون، موجود معي المقابل طالب مني المجاور، بستخدم أيضا الظل. ظل الاثنين وتلاتين المقابل 20 على المجاور مجهولة ألف باء. الظل 32 على الآلة الحاسبة عفوا بتطلع معي 6248 بال10 آلاف، تساوي 20 على ألف باء بضرب ضرب تبادلي. طبعا بتطلع معي ألف باء مضروبة بهاي، برجع بقسم، بالتالي بتطلع معي بالآخر القيمة 32 متر تقريبا.